اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الطيبة المباركة أن ترزقنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. إلهي بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. مولاي إني ضعيف أستعين على قوة ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. دنياي ربي وحلمك مرني، ما حيلتي في هذه أوداك. أنا كنت يا ربي أسير مشاوة رانت على قلبي فضل سلاك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت من قلب بصير أراك. وتردني وترد صادقة توبتي حاشاك أرفضت فيها حاشاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسقطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وصلاة وسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. هو الشفيع مقامه محمود ولواءه بيد العلا معقول. فإذا توافدت بالحساب وفود قالوا تقدم بالأنام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي عليه. فيقوم بالباب العلي ويسجد، فيقوم بالباب العلي ويسجد ويقول يا مولاي آن الموعد. فيجاب قل يسمع إليك محمد ونريك منا نظرة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر كسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي إذا سألت فينا شفاعة ناداك ربك يا حبيبي لم تكن لسواك. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى لقياك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نعيش معكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في رحاب هذه الأمسية الدينية، مستهدين إياها بهذه التلاوة القرآنية المباركة يدوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا يفيد الندم لا يفيد الندم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة Oh!
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا
سبحانه وتعالى هو الملك. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا فليعبدوا رب
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. ها
هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله مصدر عزنا، وبه سنشرق أروع الإشراق. هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا بالقرآن الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. استهللنا هذه الأمسية بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن معكم هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.